نبدأ بال non-immunological complications اللي تشمل bacterial infection, viral infection, ممكن أكو air embolism يصير, ممكن زيادة بالiron بسبب ال multiple transfusions فيصير hemosiderosis, ممكن يصير clotting بعض ال blood vessels فممكن يعني بسبب يصير thrombophlebitis, ممكن كذلك إذا الشخص عنده heart problems أو حتى لو ما عنده يصير circulatory overload ويأثر على الheart. ممكن يصير بسبب الماسيف ترانسفيوجن other complications مثل الالكترولايت disturbance, هايبوثيرميا وغيرها. بداية بالنسبة للبكتيريال انفكشنز نقول احنا ليش تصير هاي الانفكشن اول شيء او شلون راح تصير هاي الانفكشن شلون راح يصير الكونتامينيشن للبلد. طبعا البلد كونتامينيشن الاورجانيزمز اللي تسبب الترانسفيوجن ترانسميتد بلد بكتيريال انفكشنز هذه تجي إما من الدم مال الشخص الواهب المعطي أو من السكين مالته أو من السكين مال الفليبوتومست يعني الشخص اللي يشكل الكانولا ويتعامل يعني بهاي الأمور أو من environmental contamination يعني أثناء عملية تحضير الدم أثناء عملية تعبئة الدم وهكذا. مو شرط السبب ينعرف يعني إحنا هاي الأسباب يعني هي الممكن تكون ممكن يعني مو شرط انه نعرف السبب اهم شيء احنا نعرف السيجنيفيكانس مالتها اهمية هذا الكومبليكيشن. بالنسبة للبكتيريال انفكشن كلش مهم نعرفها لانه very high mortality rate الانست مالتها هنا راح تكون sudden onset high grade fever وياها shock hypotension ويعني يصير bleeding بسبب الدي اي سي. ليش صار دي اي سي؟ لانه البكتيريا هنا راح تتغذى على مادة الستريت. قلنا بمحاضرة البلد ترانسفيوجن انه الستريت فوسفيت ديكستروز او اذا اضفنا لها ادينين هاي تستعمل كأنتي كوأجولنت فتمنع التخثر. اذا البكتيريا تغذت على الستريت هنا راح يبدي الدم يتخثر. من تخثر هنا معناها صار استهلاك بالكلوتينج فاكتورز فمن صار استهلاك بيهن يعني ممكن هنا الشخص راح يتعرض الى بليدنج لانه راح تتفعل سلسلة من التفاعلات تؤدي لحدوث هذا الشيء. طبعا الـ visual inspection of blood units may reveal clots بسبب هذا الكلوتينج او discoloration يتغير لون الـ blood unit نتيجة لهذا الـ contamination فممكن بهالحالة نعرفه. طبعا البكتيريا اللي تكون مسببة لهذا الانفكشن عدة انواع من ضمنها الـ staphylococci اللي تكون جاية من السكن لانه هي هاي normal يعني تكون موجودة بالسكن او organisms تكون نسميها الكرايوفيليك organisms. كرايوفيليك يعني تحب تعيش بالاماكن البارده كرايو يعني انجماد او يعني اشاره للبروده فهاي الorganisms تقدر يصير لها multiplication at low temperatures فلهذا من نخزن احنا قلنا ال RBCs نخزنها بدرجه حراره من 1 الى 6 او الى 10 سيليزيه فممكن يعني هنا راح تعيش هاي البكتيريا بهيجي درجه حراره مثلا اليرسينيا انتيروكوليتيكا والسيودومونا فلوريسنس. خلنا ناخذ بعض الملاحظات عن كل واحدة منهن. الستافيلوكوكاي هاي طبعا كلمة ستافيلو اشارة الى الشكل مالتها راح يكون يشبه عنقود العنب او كلاستر متجمعة بشكل كلاستر او بانش اوف جريبز يعني مثل عنقود العنب. هاي طبعا راح تكون جرام بوزيتيف يعني صبغة الجرام مالتها راح تكون مائلة للون البنفسجي وتكون هي كوكاي يعني سفيريكال كروية الشكل فمن نكبرها نشوفها كروية الشكل كوكاي مفردها كوكاس. هاي راح تكون من الاسكن. البكتيريا الأخرى هي السيودوموناس فلوريسنس. هاي البكتيريا جرام نيجاتيف يعني صبغتها تميل للون الوردي نوعا ما تكون رود لايك تشبه القطعة المستقيمة شكلها نسميها الباسيلاي مفردها باسيلس مثل ما ذكرنا راح تكون كرايوفيليك هذه راح تفرز اندوتوكسينز فممكن تسبب تسمم بالدم. هاي المعيشة مالتها راح تكون بالسويل والديرت. البكتيريا الأخرى هي اليرسينيا انتيروكوليتيكا هذه من اسمها انتيروكوليتيكا انتيرو يعني إشارة للإنتستين كوليتيكا إشارة للكولون فهاي من تدخل للجهاز الهضمي الجاسترو انتستينال سيستم ممكن تسبب التهاب بهاي المناطق. طبعا هي جرام نيجاتيف بكتيريا مثل ما تلاحظون بهاي الصور
كذلك راح تكون باسيلاي هاي البكتيريا وتكون كرايوفيليك اورجانيزم. اكو بعض الملاحظات عن البكتيريال انفكشن. هنا الانفيوجن اذا صار انفيوجن اوف لارج نمبر اوف جرام نيجاتيف مايكرو اورجانيزمز، هاي المايكرو اورجانيزمز تفرز اندوتوكسينز مثل ما ذكرنا. فبهالحاله اذا صار لارج نمبرز اوف هاي الاورجانيزمز راح يدخل المريض باندوتوكسيك شوك. طبعا للملاحظه انواع الشوك راح تكون اما كارديوجينيك هاي بشكل عام، اما كارديوجينيك شوك يعني بسبب الهارت هارت بروبلم بالنتيجه ما راح يقدر يضخ يعني الدم للجسم، فراح يدخل المريض بصدمه ينزل يصير هايبوتنشن ويدخل بشوك. اما لا تكون هايبوفوليميك شوك معناها نقصان بالسوائل بسبب نزيف او غيره، فكذلك راح يدخل بهايبوتنشن ويصير شوك. او انه انافيلاكتيك شوك مثل ما ذكرناها بدايه المحاضره، يصير اكو اليرجيك رياكشن ويدخل المريض كذلك هايبوتنشن وشوك. او انه تكون سبتيك شوك او اندوتوكسيك شوك. سبتيك او اندوتوكسيك هي نفس الشيء، هاي راح تكون بسبب انفكشن او اندوتوكسينز. او انه تكون نيوروجينيك شوك، فتخلل بالجهاز العصبي يسبب لنا الشوك. فانواع الشوك ببساطه بشكل عام هنا هذني. بالنسبه للاندوتوكسيك شوك هنا راح تكون اوف رابيد اونست اوف فيفر وياها تشيلز، يكون الفيفر والتشيلز قلنا هن رايجرز، فكذلك راح يكون اكو هايبرتنشن او هايبوتنشن ويصير بهالحاله كولابس. ممكن يكون اكو بين فوميتنج ويصير يعني بروفاوند شوك، يعني فد شوك واضحه راح تكون. طبعا هي فيفر التمبرتشر راح تصير اكثر من 39 درجه سيليزيه، يبدا الرياكشن ورا حوالي 30 دقيقه او اكثر من الترانسفيوجن، يعني الكميه قليله من البلد الانفكتد بلد ممكن تسبب لنا هذا الرياكشن حوالي 10 سي سي، ممكن تحتوي على اورجانيزمز كافيه انه تسبب هذا الرياكشن. بالنسبة للمانجمنت فالخطوط العامة نفس اللي ذكرناه سابقا، نوقف الترانسفيوجن، نسوي رابيد كلينيكال اسسمنت، نتأكد من الهوية مال المريض، هل هذا المريض الصحيح، هل هذا البلد جروب الصحيح اللي دنا نطيه احنا. كذلك نشوف البلد يونت اذا كان ديسكالرد او دامج، يعني نشوف يجوز مفتوح بفتحة فتحة يجوز صاير من عندها الكونتامينيشن، او نشوف بكلوتينج احتمال. نرجع البلاد يونتس للبلاد بانك على مود يفحصهن، يتاكد اذا كنا ماخذين غير يونتس على مود نحضرهن لغير اشخاص، كلهن لازم يعني ممكن كلهن يرجعن. نسوي بلاد كلتشرز اذا شكينا بهاي البكتيريال انفكشن، نسوي كلتشرز للبلاد زرع، او ممكن نسوي سبتيك سكرين يعني نتاكد اذا صاير اكو سبسيد للمريض. نعيد الاي بي او كروس ماتشنج، احتمال هذا مو بكتيريال انفكشن لانه العلامات تشابه بعضها، فاحتمال اي بي او انكومباتيبلتي، فنعيد الكروس ماتش، نطلب سي بي سي كومبليت بلاد كاونت، ونسوي كواجوليشن سكرين على مود نشوف اذا اكو ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجوليشن. كذلك نراقب اليورين اوتبوت، لازم ما يقل عن الحد يعني اقل ما يقل عن اقل حد ممكن على مود لا يصير رينال فيلر. ممكن إذا شكينا بإنفكشن ننطي برود سبيكترم أنتيبيوتيك يعني إمبيريكال أنتيبيوتيك على مود يعني نمنع البكتيريال إنفكشن إذا شكينا بها. كذلك السبورتيف كير مثل الأكسجين ثيرابي والآي في فلويد على مود نقلل من حدوث الشوك. إضافة لهذا كله لازم نطلب نصيحة الأخصائي. أما الفيرال إنفكشنز فأكو مجموعة من الفيروسات ممكن تنتقل عن طريق البلد. هنا راح نذكر أسماءها وبعض الملاحظات عنها، ما راح نخوض بالتفاصيل الدقيقة يعني لكل واحد منهن باعتبار موضوعنا باثولوجي مو مايكروبيولوجي. من هاي الفيروسات هي فيروسات التهاب الكبد الفيروسي الهيباتيتس فيروسز، الهيباتيتس A فيروس والB والC والD. طبعا هنا الD لازم حتى يصير لازم اكو co-infection with hepatitis B فيروس، هاي بالنسبة لفيروسات التهاب الكبد. كذلك الريترو فيروسز مثل الـ HIV Type 1 و Type 2 و Other Types والـ Human T-Cell Leukemia Virus Type 1 و Type 2. طبعاً هنا ملاحظة بالنسبة للـ Infection with HIV والـ Infection with Hepatitis C و Hepatitis B كمقارنة بيناتهن باعتبار أن الـ Infections ممكن إنسان يتعرض لهن ويكونن خطرات. الـ HIV هنا راح يكون أقل Infection B
يعني أقل infection تكون ويا ال HIV، يعني حوالي 1 بالمليونين نسبة ال infection مالته. أما ال hepatitis C فتعرض يعني احتمالية ال infection، يعني احتمالية ال infection ورا ال exposure راح تكون أعلى، تقريبا يجوز 1 بالمليون تقريبا. ال hepatitis B راح يكون أعلاهن 1 بال500 ألف. فيعني لو واحد تعرض المريض عنده hepatitis B ومريض عنده hepatitis HIV، فأقل احتمالية راح تكون يأخذ من ال HIV patient، أما أكبر احتمالية راح ينعدي إذا كان المريض عنده hepatitis B virus infection. هاي الملاحظة لأن تفيد بالكلينيكال براكتس. كذلك من الفيروسات اللي تنتقل عن طريق البلد ترانسفيوجن هي الهيربس فيروسز مثل السيتوميغالا فيروس، ابشتين بار فيروس، والهيومن هيربس فيروس. هاي الفيروسات يعني ممكن تؤدي إلى عدد من الأمراض، عدد من الكومبليكيشنز. كذلك المجموعة الأخرى هي البارفو فيروسز، تحديدا بيهن البارفو فيروس B19. هذا الفيروس ممكن يعني نلاحظه بشكل ملحوظ بالأطفال، يسبب لهم فد مرض يسموه إرثيما إنفكشيوزم، ممكن تدرسوه بكورس الأطفال في المراحل القادمة. أكو other infectious agents مثلا tick-borne infections، يعني هاي الانفكشنز اللي تجي بسبب هاي الحشرات tick-borne، مثلا parasitic infections بال يعني endemic countries، البلدان اللي هي تكون بيها هاي الانفكشنز منتشرة. مثال على الانفكشنز الملاريا، الليشمانيا، الليشمانياسيز يعني وغيرهن. هنا البلاد بالحالة يعني بالروتين ستيت ما راح يفحصوه ضد هاي الباثوجينز، فلهذا يعني ممكن تعبر هاي الانفكشنز وتسبب لنا الكومبليكيشن. هنا نسأل سؤال السيجنيفيكانت بكتيريال كونتامينيشن، يعني الكونتامينيشن وذ بكتيريا الكافي حتى يسبب السيمبتومز، هذا راح يكون much more common in a platelet preparation أكثر مما ويا ال RBC preparation. فليش هذا more common ويا البلايتلتس؟ تذكرون بمحاضرة البلاد ترانسفيوجن قلنا أنه الخزن مال البلايتلتس راح يكون بدرجة حرارة الغرفة، بينما الخزن مال الـ RBCs راح يكون بدرجة منخفضة حوالي 1 إلى 6 سيليزية أو إلى 10 سيليزية قلنا، والبلايتلتس قلنا بدرجة يعني 23 25 26 هتشي درجات، فيعني بدرجة حرارة الغرفة. فهنا هاي البلايتلتس بهالحالة راح تكون معرضة للبكتيريال انفكشن بشكل أكثر. الريد بلاد سيلز هم معرضة للكرايوفيليك أورجانيزمز بس بشكل أقل مما بالبلايتلتس، فلهذا راح تكون البكتيريال كونتامينيشن بيها بالبلايتلتس تكون أعلى. أما بما يخص الثرومبوفليبايتس، فثرومبوفليبايتس يعني الفليبايتس وحدة معناها الانفلاميشن اوف ذا فين، ثرومبو من ثرومبوس يعني البلاد كلوت. هنا نذكر ملاحظة شنو الفرق بين مصطلح ثرومبوس ومصطلح امبولوس او ثرومباي وامبولاي الجمع مالتها. ثرومبوس معناها بلاد كلوت تتكون بهاي المنطقة، يعني هسه هذا البلاد فيسل هذا الفين صار بي بلاد كلوت بنفس المكان اذا صارت، هاي نسميها ثرومبوس. اما اذا هاي الثرومبوس اقتطع منها جزء وراح لغير مكان، فيعني راح يجي ريجي ذيك المنطقة من مكان بعيد، فهاي راح نسميها الامبولوس. فالفرق بين الثرومبوس والامبولوس، الثرومبوس متكونة بنفس السايت، اما الامبولوس فهاي الكلوتة معناها جاية من اذر سايت. زين، هذا الكومبليكيشن يكون بسبب الفينوس كانيولا اللي موجودة بالسايت هذا، ويكون non specifically related to blood transfusion، يعني هو مو تحديدا بسبب البلد ترانسفيوجن صار هذا الثرومبوفليبايتس، يعني نون سبيسيفيك ويا البلد ترانسفيوجن، ممكن يصير باذر ستيت اذا اكو كانيولا داخل الفين. هنا طبعا ممكن يصير التهاب يعني بايد الشخص، ممكن يصير يجوز انتفاخ، الم احتمال يصير، وغيرها من الاعراض. بالنسبه للهيموسيدروسز فهنا دا يصير ديبوزيشن اوف هيموسيدرين او ديبوزيشن اوف ايرون. الهيموسيدرين يعني هو المركب الحديد الموجود بالدم. هنا طبعا كل يونت اوف بلاد تحتوي حوالي 200 ملغرام اوف ايرون. اللي دا يصير هو انه دا يصير ريبيتد ترانسفيوجنز،
بعض الأشخاص يظل هذا repeated transfusion over many years، وطبعا ما عندهم blood loss هنا بهالحالة. مثلا الأشخاص اللي عندهم مرض بالهيموغلوبين مثلا الثلاسيميا، فهنا الهيموغلوبين abnormal، فلازم ننطيهم normal هيموغلوبين، فنسوي لهم repeated transfusions over many years يظلون. فهذول راح يعني يقوم يتجمع الايرون نتيجة الدستركشن مال الريد بلاد سيل، فراح يتجمع الايرون يقوم يتجمع بالانسجة. بالبداية يتجمع بالاندوثيليال بالريتيكولو اندوثيليال سيستم، مثلا بالليفر، بعض الانسجة الاخرى. ليش؟ لانه الفاجوسيتيك سيلز بهاي الانسجة تبدي تلتهم الايرون، وبهالحالة يعني راح يتجمع بهاي الانسجة. شافوا أنه ورا 50 يونتس من البلد بالأدلت وبنسبة أقل بالتشيلدرن راح تسبب ليفر دامج، مايوكارديال دامج، وكذلك دامج بالإندوكراين جلاندز. المشكلة مثل ما ذكرنا راح تكون هاي المشكلة الأساسية بالثلاسيميا ميجر بيشنتس. هنا أنا ممكن هاي نعالجها بالتشيليتينج ايجنتس. تشيليتينج ايجنت هو عامل ننطيه أو دواء ننطيه يسوي تشيليشن ويا الايرون الميتاليك ايون اللي هو الايرون بحالتنا هذه، فبالنتيجه يمنع الترسب مالته بهاي الانسجه فيحمينا من موضوع الهيموسيدروسيس. اما بالنسبه للاير امبوليزم فهنا تصير اير امبولس، تجي فقاعه هوائيه من الخارج تمشي خلال الاي في لاين وتسد يعني تمشي خلال الفيسلز الى ان توصل الفيد فيسل تسبب الانسداد. هاي ممكن تكون فيتال اعتمادا على اللوكيشن مال الفيسل اللي سدته، مثلا اذا بالبرين او بالهارت. طبعا حاليا هذا رير كومبليكيشن، بس لازم واحد يعرفه لانه خطره الامبوليزم اذا صارت. بالنسبه لكميه الهواء المطلوبه حتى تسبب هذا الكومبليكيشن فتعتمد على الفيسل اذا ارتري او فين. بالارتري راح تكون اخطر الكميه، هذه راح تكون اقل، الفين يجوز يتحمل كمية أكثر. كذلك تعتمد على اللوكيشن، يعني مثلا CCN من الاير إذا دخلن بالسيربرال سيركوليشن يعني السيركوليشن مال البرين ممكن تكون فاتل هاي الامبوليزم. أما نص CC من الاير فيكون كافي بالكورونري سيركوليشن حتى يسبب لنا كاردياك أرست. أما بحالة الفين فقلنا ممكن يكون يعني يتحمل لارجر فوليومز حتى يسبب الاير امبوليزم. بالنسبة للكلينيكال فيتشرز فممكن تكون عنده sudden onset of dyspnea، tachypnea، cough يعني high respiratory symptoms، كذلك chest pain. ممكن تكون اكو other symptoms اعتمادا على location of الامبوليزم، مثلا اذا صارت بالcentral nervous system بالبرين فممكن يكون عنده weakness او نوبات من السيجر الصراع وهكذا. فالكلينيكال فيتشرز يعني تعتمد على site of air embolism. نجي لموضوع circulatory overload أو transfusion associated circulatory overload. هنا دي يصير هذا overload أو زيادة الإجهاد أو الضغط على الهارت نتيجة زيادة حجم الدم أثناء transfusion. طبعا هذولا يصير بالأشخاص اللي هم مو actively bleeding، اللي ما عندهم active bleeding ممكن يكونون معرضين لهذا overload زيادة الحجم. طبعا الأشخاص هنا من يزود حجم الدم مالتهم راح يصير بالنتيجة زيادة على عمل القلب، فممكن الهارت يتعرض للإجهاد. فأكثر أشخاص يتأثرون بهذا الـ complications مال هذا الـ overload هم الـ elderly persons اللي عندهم أصلاً compromised cardiovascular function، كذلك الـ pregnant women لأنه هي أصلاً عندها fluid overload بسبب الـ pregnancy، كذلك الأشخاص اللي عندهم severe anemia لأنه هنا بسبب الأنيميا راح ينقص الأكسجين الواصل للأنسجة، فلهذا راح تزداد دقات القلب يصير تاكيكارديا واحدة من الشغلات. فاحنا التاكيكارديا معناها راح يزود الإجهاد على القلب، فإذا صار كذلك أوفرلود راح يزود الإجهاد أكثر، فممكن تصير يعني فد كومبليكيشنز معينة والهارت مال هذول الأشخاص ما راح يتحمل هذا الأوفرلود. فبهيجي أشخاص يعني إذا احتاجوا بلد ترانسفيوجن لازم continuous monitoring يصير لهم، نشوف الضغط مالتهم، نشوف البلس مالتهم، ونشوف الأذر vital signs والكلينيكال assessment. أحياناً أكو أشخاص يحتاجون نقل دم بكميات كبيرة massive transfusion، مثلاً شخص متعرض للحادث، أو مثلاً female يعني أثناء البيرث pregnant woman أثناء البيرث مالتها
صار عندها سيفير هيموريج، فهنا هذول راح يحتاجون ماسيف بلاد ترانسفيوجن، فبهالحاله راح يصير عندهم كومبليكيشنز بسبب هذا الترانسفيوجن، لانه الجسم ما يلحق يصحح التغيرات اللي راح تصير اثناء الترانسفيوجن يعني. وهسه راح نعرفهن شنو هن. فهنا هاي الكومبليكيشنز تصير اذا تغير، اذا تبدل الدم الموجود بالجسم خلال ال 24 ساعه تبدل سريع. فهنا الجسم راح يصير له ديليوشن اوف بليتلتس، ما راح يلحق يصنع بليتلتس بشكل كافي حتى يرجع البليتلتس للنورمال كاونت. كذلك يصير عنده ديليوشن للكواجوليشن فاكتورز، فبهالحاله ممكن يصير عنده بليدنج يعني اذا نقصت البليتلت او الكواجوليشن فاكتورز. كذلك ممكن يصير عنده ميتابوليك تشينجز يعني الكترولايت ديستربنس، الاملاح مال جسمه راح تتغير، فممكن يتعرض الى اذر كومبليكيشنز مثلا هايبوكالسيميا اذا صار عنده او هايبركاليميا، هذا اني ممكن ياثرا على عمل الهارت او ياثرا على النيرفس سيستم مثلا او اذر سيستمز، فهنا راح يصير عنده ميتابوليك تشينجز. كذلك يكون معرض للهايبوثيرميا، لانه الماسيف ترانسفيوجن احنا من نطيه اذا هو اكتف هيموريج بعد احنا ما راح يعني ندفي الدم حتى نطيه اياه، وانما راح يضطرون ينطوا الدم هو وبارد، فراح يبرد الشخص يدخل هايبوثيرميا، والهايبوثيرميا بحد ذاتها بها اذر كومبليكيشنز، مثلا تتفعل بعض يعني الكلوتينج فاكتورز، هنا راح يصير كلوتينج بالجسم، راح تاثر على الفانكشن مال بعض الاجهزه. فهذا بما يخص الكومبليكيشنز اوف الماسيف ترانسفيوجن. وبهذا نكون انتهينا من محاضرة الكومبليكيشنز اوف ترانسفيوجن. اذا عندكم اسئلة ممكن تذكروها بالتعليقات او فد ملاحظة ما افتهمتوها خلال المحاضرة، وان شاء الله احاول اجاوب عليها، وان شاء الله نشوفكم بخير، موفقين، مع السلامة.